السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا لا بوكل فوريج. الوغ لا بوكل فوريج هي بحال فور، ولكن هاد فوريج هادي كتستعمل اكثريا في لي طابلو. واخا كيفاش كنخدموا بهاد فوريج هذا؟ الوغ في الفيديو اللي فات شفنا كيفاش نخدموا بلي طابلو. اللي ما شافش الفيديو اللي فات خاصو يمشي يشوف الفيديو ديال لي طابلو زاندكسي، عاد غادي يشوف هذا الفيديو هذا. الوغ غادي ديكلاريو هذاك الطابلو ديال لي في. مثلا عندي واحد الطابلو ديال لي في، ندير اراي وندير هنا تين غير بار اكزومبل، وندير كازابلانكا، وندير مثلا مراكش اتسيتيرا. صافي انكتفي انا بثلاث زيليمون في هاد الطابلو هذا. ياك دابا هاد البوكل فوريج كيفاش كتخدم؟ هاد البوكل فوريج كنديرو فوريج ونعطيوها الطابلو ياك، او نديرو از ونديرو مثلا في. داكور، دابا شنو قلنا ليه هنايا؟ قلنا فوريج ياك وكنعطيه الطابلو از في، يعني كل مره كدور هاد لا بوكل هادي كيدوز على اليمون في الطابلو. يعني في المره الاولى غادي يدوز على هاد التنغير هادي، والمره الثانيه غادي يدوز على هاد ليليمون هذا، والمره الثالثه غادي يدوز على هاد ليليمون هذا. وانت غادي تشوف شنو بغيتي دير في هاد في هاد الانتقال هذا من هنا لهنا. يعني غادي ينتقل هاد الطابل هاد لا بوكل هادي غادي دور ثلاثه د المرات. داكور، غادي تمشي من هنايا من تين غير لكازا، ومن كازا لمراكش. داكور، ثلاثه د المرات. وخلال هاد الانتقال هذا انت غادي تختار لي انستروكسيون اللي بغيتي دير. انستروكسيون مثلا انايا غادي نكتفي انني نافيشي هاد لي في هادو. اثناء هاد الدوران غادي نافيشي لي في. كيفاش غادي نافيشيهم؟ جوست غادي ندير مثلا هنايا في، كنولي ندوي على هاد الفاريابل الصغيره، حيتاش درت في هنايا بلا اس، وهنايا درت في باس اللي هي هاد الطابلو ديالي. وهنايا يعني في كل مره كيجي كيدوز على شي اليمون من الطابلو كيحولو لواحد لا فاريابل، وهذيك الفاريابل تقدر تستعملها في لي انستروكسيون ديالك في لا بوكل. داكور، مثلا هنايا غنافيشي هاد لا في هادي. فوالا، ها هو افيشاهم ليا سميتو. غادي نشوف نزيد واحد هنايا غادي ندير لا كونكاتيناسيون، ونزيد واحد البي ار باش كل مره يرجع ليا للسطر. بي ار فوالا فوالا، ها هما داز على لي زيليمون ثلاثه، وكل مره تيرجع للسطر. فوالا، هذه هي فوريج. نتمنى انها تكون باينه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي نشوفو بريك اند كونتينيو. داكور.